متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من محافظه الاسكندريه، ونحن داخل متحف الاحياء المائيه المتواجد بساحه قلعه قايتباي في الاسكندريه، من اشهر واهم المتاحف اللي بها يعني كائنات بحريه نادره واحيانا يعني خطيره. يعني هنسمع ونشوف دلوقتي اهم واخطر انواع الأسماك اللي موجودة داخل المتحف، ومعنا الدكتور حمدي عمر مدير متحف الأحياء المائية يحدثنا عن هذا الأمر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا في معرض الأحياء المائية بمحافظة الإسكندرية التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. احنا هنا امام نوع نادر جدا ونوع مهم جدا من الاسماك، تسمى سمكة الصخرة. هذه السمكة موجودة في المحيطات وفي البحر الاحمر، احنا جايبينها من البحر الاحمر، بتعيش في بيئة الشعاب المرجانية. هذه السمكة بتتميز بلونها، بتاخد شكل الصخرة. يعني بعض الناس اللي بتعمل دايفنج او سنوركلينج في البحر الاحمر لابد ان هي تاخد بالها وهي بتسند ايدها على الصخرة او على الشعاب، لان ده يعني قانون البيئة البحرية عموما للناس اللي بتغطس او الناس اللي بتعوم، ان ما تلمش اي حاجة، تفرج على كل حاجة لكن ما تلمش اي شيء انت ما تعرفوش في الحياة البحرية. فهذه السمكة بيسموها سمكة صخرية، طبعا طبقا للونها بتشبه شكل الصخرة بالضبط. يعني احنا مبدئيا هنقول ان مش هي اي نوع من الاسماك اللي بتعوم في الحوض حاليا، ولكنها هي بتعوم بس لو حركتها، يعني اثناء لما بنحط لها الاكل وكده بتبدأ تتحرك وتبدأ تعوم في عمود المية، لكن هي اغلب الوقت بتبقى ثابتة وركزة في الارض. يعني طب يعني احنا هنحاول ندور عليها كده ونشوف هي فين وسط الصخور. ايوه بالظبط، هي اهي، هي دي يا دكتور. ايوه اهي، دي السمكه دي اهي، هي دي ورا الصخره بالظبط اهي، في خلف الصخره. ايوه، وفي نوع واحده تانيه موجوده هناك اهي في الجزء جنب الشعب المرجانيه. هي دي سمكه برضه. ايوه هي دي سمكه اهي، نفس الحكايه دي. احنا حتى عاملين الديكور بالشعاب المرجانية، جايبينها من البحر الاحمر على اساس ملائمة للبيئة اللي بتعيش فيها في الطب. بتتميز هذه السمكة ان هي بيوجد على المنطقة الظهرية بتاعتها حوالي 13 شوكة، كل شوكة من هذه الاشواك بتحمل على احد جانبيها كيسين مملوءة بالسم، مجرد لمسها بتبدأ الشوكة تضغط على الكيس بيطلع يفرغ السم بتاعه، فلذلك بتصيب الانسان لو حط ايده عليها فلازم يتلحق وياخد مصل مضاد للسموم. فلذلك من التوعية البيئية عندنا ان احنا ما نلمش اي شيء في البحر، سواء كان اسماك او اي كائنات اخرى، لان احنا ما عارفينش ايه هي دي او الكلام ده كله. يعني واضح برضو ان هي من الاسماك الثابته يا دكتور، قليله الحركه. هي قليله الحركه فعلا، من الاسماك اللي هي بتاخد وقت كبير جدا ما تتحركش، لكن بتتحرك على فترات، ولذلك المكان اللي هي بتبقى متواجده فيه ممكن تغيبي شهر واثنين وثلاثه وممكن اكتر من كده وترجع تلاقيها في نفس المكان، يعني لان الحركه بتاعتها هي في المنطقة بتاعتها بتتغذى على الأسماك الصغيرة وبعض الأنواع القشريات، سواء كانت الجمبري أو الكابوريا، الحاجات الصغيرة اللي بتبقى في بيئة الشعاب المرجانية. يعني بس حضرتك قلت لي ان هو ده شكلها الطبيعي، يعني هي مش بتغير شكلها. لا لا لا، هي ما بتغيرش شكلها، يعني غير الحرباء مثلا موجودة في البيئة الصحراوية بتغير لونها في نفس الوقت، لكن لا دي بشكلها الطبيعي منذ ان هي كانت بيضة صغيرة لغاية ما وصلت للأدلت بالشكل بتاعها ده. يعني هي ما بتتغيرش حسب لونها حسب البيئة، لا ده هي الشكل الطبيعي بتاعها، هي شكلها، ولذلك اطلق عليها سمكة الصخرية تشبه الصخر. وفعلا يعني تجد صعوبة في انك تعرف التفرقة ما بينها وما بين الصخور الطبيعية، يعني ان دي بالفعل سمكة، لكن لو بصيت هتلاقي مثلا العيون بتاعتها بتتحرك، عندها الخياشيم، وهو يعني الى حد ما، بس هي من كتر ان هي ستلت قوي وثابتة في مكانها فما تقدريش تفرقي ما بين
فهي دي من الأسماك النادرة والمهمة جدا الموجودة، وبياخدوها بعض طبعا الفرق الطبية ان هو بياخدوها بيطلعوا منها أنتي توكسينز وحاجات مضادات للسموم، وده مهم جدا في بالنسبة اه طبعا ليها فائدة طبية كبيرة جدا، ان هم بيستخلصوا منها هذه السموم ويستخدموها كمضاد مصل ل او مضاد للسموم اللي هو الانتي توكسينز، فدي مهمة جدا طبعا طبيا. هي ما بتتباعش، ولكن هي بتتجاب اكوردنج تو الغرض اللي هي هتستخدم من اجله زي ما قلت لحضرتك من ناحية الطبية. فممكن الفريق الطبي بينزل بيجيب، طبعا مش هينزل بنفسه لكن بعض الغطاسين يقدر يجيب له العدد اللي هو عايزه ويبدأ يستخلص منها السموم اللي هي بيستخدمها كمصل او لقاح للسم ده. يعني سبحان الله فعلا السمكة الصخرية تشبه الصخر، ولكن ايضا يعني ياريت لو نحذر الناس خاصة من محبي البحر الأحمر عدم الاقتراب. هي لا تهاجم، هي لا تهاجم، ولكن هي يعني ما نلمش أي حاجة، نعوم عادي ونغطس عادي ونتفرج وكل حاجة، بس ما نلمسش بإيدينا أي شيء إحنا ما نعرفوش. ده المهم جدا وبنوعي به الناس وننصح به الناس جدا. يعني فعلا تشبه الصخر والشعاب المرجانية، فيعني يا ريت اي حد بيعمل دايفنج ولا حاجه في البحر الاحمر للنظر والتمتع بالنظر فقط دون لمس اي شعاب مرجانيه، يعني مش عارف ممكن يطلع منها ايه. لا، الشعاب المرجانيه برضو ممنوع لمسها، لان الشعاب المرجانيه لو اي جزء منها اتكسر بياخد سنين كتيره جدا علشان يوصل للحجم الصغير ده. فلذلك اي مركب مثلا تكسر شعاب مرجانيه ده مجرم في قانون البيئه، يعني وزاره البيئه وجهاز شؤون البيئه والمحميات الطبيعيه في البحر الاحمر اي مشكله بتحصل من كده بيحسبوها بالسنتي، كل سنتي بيعدي ملايين من الدولارات. فلذلك مهم جدا ممنوع كسر اي حاجه او لمس اي حاجه بالنسبه للشعاب المرجانيه، لان بتاخد فتره طويله. طبعا لان بتاخد وقت كبير جدا علشان توصل للحجم ده. فلذلك مهم جدا ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع التوعيه البيئيه. شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك، شكرا دكتور حمدي عمر مدير متحف الأحياء المائية في محافظة الأسكندرية. يعني كنا مع حضراتكم في داخل المتحف نتابع سمكة الصخرة وأخطر أنواع الأسماك في البحر الأحمر. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الأسكندرية. شكرا.